ظل كثير من الناس عبر التاريخ يظنون أن العالم الذي يعيشون فيه لا نهاية له، وكانت الفلسفات المادية اليونانية هي الأساس الذي قامت عليه الأديان السومرية والمصرية، وهي أديان تقوم على تعدد الآلهة. وأهم أسباب هذا الاعتقاد الباطل هو جهل الكثير من الناس بالأديان السماوية الحقة، أو الإعراض عن هذه الحقائق. غير أن مستوى العلوم والتكنولوجيا كان في الأزمنة السابقة غير كافٍ، وبالتالي كان ذلك سببا في الوقوع في مثل هذه الأخطاء. أما اليوم فقد تم التأكد عن طريق العلم أن للكون بداية وأن له نهاية لا بد منها. وهذه الحقيقة الكبرى ذكرت بشكل واضح في القرآن الكريم الذي أنزل قبل 1400 عام. لابد للكون أن ينتهي في يوم من الأيام، وبتعبير آخر لابد للقيامة أن تقوم، وليس في هذا أدنى شك. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية. إن الله تعالى هو خالق هذا النظام الكوني العظيم الذي يعمل منذ مليارات السنين بدون أدنى خلل. وهذا النظام سوف يتوقف فجأة بأمره تعالى في وقت حدده له الله جل شأنه. وكل ما في الكون من كائنات حية وغير حية، من أكبرها إلى أصغرها، سوف تزول. وبالإضافة إلى إخبار القرآن الكريم بأن الساعة آتية لا ريب فيها، فقد صور كذلك الأحداث التي ستقع عند قيام هذا الحدث العظيم. إذا السماء انفطرت، وإذا البحار فجرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الشمس كورت. لا شك أن القيامة ستكون كارثة عظيمة لم يشهد العالم مثيلا لها عبر التاريخ. هذا المصير المحتوم الذي تنتظره الكائنات ويثير الفضول في كل زمان يتكرر ذكره في آيات القرآن الكريم. وقد حرص الإنسان منذ القدم على أخذ ما أمكن من المعلومات حول ساعة القيامة من الأنبياء عليهم السلام. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقد أمر أنبياء الله تعالى بأن يجيبوا بالقول: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ترك الله تعالى خبر ساعة القيامة مخفيا عن الناس، غير أنه أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأمارات وعلامات تسبقها. وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإشارات في كثير من الأحاديث الشريفة. وفي هذا الفيلم الذي تشاهدونه سوف يتم عرض بعض العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تظهر اقتراب الساعة. تقوم الساعة حتى يكفر بالله جهرا. عبر التاريخ كان من الناس من يؤمن بالله، وكان من بينهم الكفار الذين ينكرون وجوده. غير
أنه حتى منتصف القرن التاسع عشر لم يحدث أن قامت دعاية ضالة ضد الدين مثل التي حدثت في تلك الفترة. فبعد هذا التاريخ بدأت تظهر تيارات إلحادية مثل الداروينية والشيوعية والفاشية، وأخذ مؤسسو هذه التيارات وأنصارها يعلنون على الملأ في كل مناسبة إنكارهم لله تعالى. وكمثال على ذلك يصرح لينين أحد مؤسسي الشيوعية بضرورة الدعاية للإلحاد بقوله: تتضمن دعايتنا الترويج للإلحاد ونشر الأعمال العلمية اللازمة لهذا الغرض، وجعل كل ما منعته الحكومات الإقطاعية إلى حد اليوم جزءا مهما في برنامج عمل حزبنا. ويتوجب ترجمة الكتابات التي ظهرت في القرن الثامن عشر والتي ألفها المثقفون والملحدون الفرنسيون، وينبغي كذلك نشرها على نطاق واسع. ويعتمد أغلب هؤلاء الملحدين في دعاياتهم على نظرية التطور لداروين، وهم ينشرون هذه الأفكار عن طريق الكتب والمجلات والبرامج التلفزيونية وصفحات الإنترنت والندوات. فاليوم نلاحظ أن الصحف والكتب والأفلام والبرامج الوثائقية وصفحات الإنترنت مليئة بالأفكار التي تنكر وجود الله تعالى وتنكر الخالق جل وعلا. وباختصار، فقد ظهر اليوم وضع خاص لم يشهد له مثيل منذ مئات السنين. لقد ظهر من ينكر الله تعالى علانية ودون حياء، وهذا ما جاء في الحديث من أنه علامة على القيامة. ولا شك أن هذه الفتنة إنما كانت بعلم الله تعالى. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. لم تخلو الأرض في أي وقت من الأوقات من الصراعات بين البشر، غير أن هذه النزاعات وحتى القرن العشرين كانت محلية، بمعنى أنها اقتصرت على أماكن بعينها دون غيرها. أما الحروب التي مست البشرية كلها فهي الحروب التي ظهرت في القرن العشرين. ففي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية فقد الملايين من الناس حياتهم، وأصبح الكثير منهم بلا مأوى، كما فقدوا أيضا أقاربهم وأهليهم.